حياكم الله مشاهدينا الكرام في المناظرة اليومية. يجب محاربة الإسلاموفاشية، هكذا طالب عمدة مدينة نيس التي وقعت فيها عملية قتل فيها 3 مواطنين فرنسيين. العملية هزت وجدان الفرنسيين لوقوعها بعد أسبوعين من ذبح المدرس الفرنسي الذي عرض على طلابه رسومات مسيئة للنبي محمد، ولأنها اشتملت هي أيضا على ذبح إحدى الضحايا 3. عملية تأتي على خلفية التوتر بين فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون وبين تركيا وزعيمها رجب طيب أردوغان، ما ينذر بتدهور الأمور نحو حرب ثقافات وديانات. فهل يرد بعض المسلمين في فرنسا جميل استضافتهم بذبح جيرانهم ومستضيفيهم؟ وهل الرسومات تبرر هذه العمليات؟ ولماذا لم يفكر الفرنسيون لأن حرية التعبير يجب أن تتوقف عند 1.5 مليار مسلم في العالم مست هذه الرسومات مشاعرهم؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيفينا، فلنبدأ المناظرة. أرحب بضيفي الكريمين من القدس، دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، والأستاذ محمد محميد عضو في الحركة الإسلامية في مدينة يافا. ودعني أبدأ معك أستاذ محمد. فرنسا تستضيف 10 ملايين مسلم، تعمل على تدريسهم وتشغيلهم وتمنحهم مخصصات اجتماعية مختلفة، ويرد بعض المسلمين بعملية الذبح. هل هكذا يتعامل المسلمون مع من يأويهم؟ بداية اسمح لي عزيزي أن أرد عليك ب4 نقاط على هذا السؤال. أفضل. النقطة الأولى، وددت عبر أثيركم وعبر فضائية i24 نيوز بإرسال تحية للعالم كله بمناسبة ميلاد سيد البشر سيد الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ثانيا عزيزي، ندين ونستنكر أي إراقة دم، أي سفك دم، بغض النظر لمن كان من الناس. فرسالة الإسلام رسالة ترفض بكل معاني الرفض سفك الدماء دون وجه حق. ثالثا عزيزي، فرنسا ما تحمل المسلمين جميلة إنها تستضيف 10 مليون مسلم على أراضيها. هذه فرنسا بداية، 10 مليون مسلم جزء لا يستهان به، جزء لا يستهان به، نسبة لا يستهان بها، مواطنين أصلانيين فرنسيين قد اعتنقوا الإسلام، ففرنسا ما تحملهم جميلة. ثانيا، جزء كبير من 10 مليون مسلم تركوا أوطانهم، هاجروا أوطانهم نتيجة إجرام فرنسا في الجزائر، إجرام فرنسا في المغرب، إجرام فرنسا في العالم الإسلامي، فهم ضحايا لإجرام وإرهاب فرنسا، ولذلك اليوم موجودين في فرنسا التي أتت بهم لتسترقهم وتستعبدهم، وهم يعملون في فرنسا والمجتمع الفرنسي والنظام الفرنسي همشهم وأقصاهم، يعني حتى أن أوضاعهم المعيشية اليوم يعني لا تكاد تقاس أبدا مع المجتمع الفرنسي. رابعا، هذا النوع من الجرائم هؤلاء الناس تعلموه من فرنسا التي فيها اليوم متحف فيه 18,000 جمجمة لمسلمين وشهداء من الجزائر وغيرها قد قتلهم الاحتلال الفرنسي. نعم. فهم من سرع الريح يحصد عاصفة. نعم عزيزي. أستاذ محمد، نعم دعني أنتقل يا دكتور مئير. دكتور، ألم يكن على الفرنسيين أن يفهموا أن حرية التعبير ليست أقدس من إيمان ومعتقدات ملايين المسلمين؟ الملايين يعيشون في فرنسا، وأيضا هناك 1.5 مليار مسلم يعيشون في العالم. أليست عملية اليوم أو المذبح التي حصلت اليوم في نيس نتيجة هذه الرسومات المسيئة للرسول وللنبي محمد؟ طيب، أنا لا أعرف من أين أبدأ، لأن الحقيقة استمعت إلى سلسلة من النكت يعني من ضيفك. من والله أنت داخل لا لأنك أنت مش جاي تحكي حقيقة، لأنك عارف مش جاي تحكي حقيقة. أنت مهرج، أنت حضرتك. لا دكتور، أشكالك مهرجين، احترم نفسك. نعم لو سمحت دكتور مئير، نحترم قواعد الحوار لو سمحت. لو سمحت احترم نفسك. الإرهاب لا جاي يهرج يقول لك الجزائر والجماجم، كل هذا كلام فارغ. هذا كلام حقيقة موثقة
صفك انت جاي تكذب، انت جاي تكذب، ومن العراق عيب على الاكاديميه تاعتك تيجي تكذب. نعم الموضوع ما هذا الموضوع؟ كما ان هناك الكثير من المهاجرين العرب المسيحيين في فرنسا الذين يندمجون افضل اندماج ويسموا ابنائهم باسماء فرنسيه ولا تعرف لهم بالعكس. هذا يدل على عنصريه فرنسيه، هذا يدل على عنصريه فرنسيه. لا 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 هذا غير صحيح. نعم. هذا غير صحيح. الجزائري في فرنسا يسمي بنته جيهان وهو اسم غير عربي، وسونيا وهو اسم غير عربي، لكن لا يسمي كارولين لأنه يكره فرنسا. الكراهية لفرنسا هي في الجذور في الأعماق وليس فقط من الجزائريين. هناك إشكالية كبيرة. ولكن دعنا نتحدث النازية. دعنا ندخل في تكره النازية. لماذا تكره النازية؟ طبيعي جدا أن هؤلاء الناس يكرهون فرنسا لأن فرنسا أمعنت بقتلهم، أمعنت بسفك دمائهم، أمعنت بنفسهم. هذا كلام صحيح. أتراك أمعنوا في حكم الاستعمار. لماذا تتحدث أنت؟ لا تتحدث عن الاستعمار. الاستعمار العربي، الاستعمار العربي الذي محى الحضارة الأمازيغية، الاستعمار التركي الذي استخرب المغرب العربي وشرق الأوروبي. دكتور مير، ليس هذا صلب الموضوع. دكتور مير، السؤال محدد. دكتور نعم لو سمحتما، على سؤالك لا علاقة بين الإرهاب وبين مسألة حرية التعبير في فرنسا. الإرهاب كان قبل عام وقبل عامين وقبل 10 أعوام وقبل 20 سنة. الإرهاب لا علاقة له بهذا، ولكن له علاقة بمرض فكري، بجرثومة فكرية متواجدة. لكن أليس ما حدث اليوم إسرائيل، أليس في فرنسا، دكتور مير، في العراق، في سوريا، في مصر، في كل بلد تواجد فيه هذا المرض؟ أليس ما حدث اليوم هو نتيجة الرسومات المسيئة للرسول؟ يعني لو سمحت سؤال. أولاً، سؤال محدد. لا علاقة. كانت هناك عمليات إرهابية قبل عام وعامين وست. أنا عملت عندما كنت طالباً في فرنسا. أنا عشت نص عمري بفرنسا لمن لا يعرف. حينما كنت طالباً كنت أعمل بالتوازي مع دراستي في مدرسة يهودية بجنوب فرنسا في مدينة تولوز اسمها أوتساغا توغا. كنت مدرس اللغة العبرية هناك وكنت مشرف على الطلبة. وعامين بعد أن تركت الوظيفة وحدثت عملية إرهابية في تولوز، ودخل الإرهابي وقتل الطلاب اليهود بحجة القضية الفلسطينية. قتل فرنسيين يهود، طفلة بنت 5 سنوات. نعم. ولد ابن 9 سنوات كان باسم القضية الفلسطينية، واليوم باسم، وبعدها عملية إرهابية باسم تدخل في مالي في فرنسا في إطار المجتمع، في إطار الأمم المتحدة، واليوم باسم حرية الصحافة. هو يتحدث ضيفك من يافا عن الرسوم الكاريكاتورية، وليس هناك أي رسوم مسيئة لأي شخص. رسم محمد كما يرسم بهاء الله، كما يرسم بوذا، كما يرسم غاندي، كما يرسم جاك شيراك، كما يرسم الجميع. هي شخصية تاريخية لا قدسية لها بالنسبة لغير المسلم، ولكن ليس بالنسبة لي ولا بالنسبة للفرنسي. هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير حقيقي. لا حبيبي انت مش عارف اصلا ادب الحوار ولا اصلا تستطيع ان تجادل. وفي الحرب عليك ان تتعامل وكانك بالحرب. انت من قدسية. لا توجد اي قدسية. ربما دكتور مير، ربما من ليس مقدسا لك ربما مقدسا لغيرك. دكتور مير. نعم لكن حج عليه، ليست علي انا. لو كان الإسلام لا يقبل أن يتم انتقاده، فلا يجب عليه أن يكون في فرنسا. فرنسا منذ الأزل فيها حرية التعبير وحرية الرسم وحرية الانتقاد، وينتقد أن تنتقد المسيحية وتنتقد اليهودية، ويجوز أيضا أن ينتقد الإسلام. حرية، هناك حرية. ما لا يريد أن هذه الرسومات فعلي أن لا يشتري الجريدة. أنا لا أحب المشاهد التي هي تخدش الحياء في بعض الأفلام. أنا ليس لدي تلفزيون. لا أفتح التلفزيون. دعني أتوجه في هذا السؤال. ولكن أن يريد أن يعتبر بعض المتطرفين من دين معين أستاذ محمد هم الوحيدين على هذا الكوكب. دكتور بعض المسلمين يعيشون وكلام هم الوحيدين على هذا الكوكب. وصلت فكرتك. دكتور أستاذ محمد. استمعت إلى ما يقوله دكتور مير. لو سمحت دكتور. أن يبرر الإرهاب باسم. وصلت الفكرة.
وصلت الفكرة. لا اسمح لي حرية العقيدة. نعم. هذا كلام غير صحيح. فرنسا عاوت هؤلاء. بس نقطة أخيرة أستاذ محمد. سريعاً. لهذا الذي يقول أن هذا حق العشرة مليون. أولا تركيا استعمرت هذه الدول والعرب استعمروا هذه الدول. الوجود الفرنسي لا يبرر. دكتور مير. هناك مهاجرين في فرنسا. هناك مهاجرين مغاربة وجزائريين في السويد وفي الدنمارك وفي ألمانيا وفي كل الدول التي لم تستعمرهم على الإطلاق. هي من علمت هذه الدول. نعم. بين الاستعمار في هذه الدول عاش محترما كريما الوجود الغربي خلاف العثمانية. دكتور غير محترم تقول هذا الكلام. هذا كلام فارغ. كلام بروباغندا. انت عامل بروباغندا على قناة محترمة. يعني كل إناء بما فيه ينضح. لو سمحتما غير هالمسلة. لو سمحتما هذا مجنون. هذا أي خلاف. لو سمحتما أي خلاف. اتحدث عن دولة قانون, دولة مؤسسات, دولة ديمقراطية. لو سمحتما العثمانية التي لو سمحتما انت هذا دورك في الحوار. عيب. لو سمحتما عليك لحالك. لو سمحتما نفسك. لو سمحتما ايش هاي الضيوف اللي بتجيبوها؟ نعم استاذ محمد لو سمحت. فرنسا اسال نفسك دكتور لو سمحت. استاذ محمد يعني استمعت الى ما قاله دكتور مئير. فرنسا دولة تكرس فصل الدين عن السياسة, تقدس العلمانية كأهم أسس هذه الدولة. فليعود المسلمون الى دولهم الناجحة المتطورة الديمقراطية والغنية اذا لا يستطيعون التعايش مع علمانية فرنسا. هكذا كثير يقولون. بداية سأرد عليه كمان بعدة نقاط. تفضل. بداية هذه فرنسا التي تدعي حرية التعبير. هل الدكتور مئير يسمح لفرنسا بأن تعتدي وتسيء لرموز اليهودية أو للرموز الإسرائيلية؟ أم هذا سيندرج في سياق معادات السامية؟ معادات السامية. إحنا عارفين الجواب معلب وجاهز. هناك فرق. انتقاد الدين اليهودي حرية. دكتور التشهير بالبشر مش بتاعت انت. ما انت الكراهية. لانك بتخاف من كشف الحقيقة. دكتور مئير لانك بتخاف من كشف الحقيقة. جاي داعي الناس افلام محرقة. دكتور مئير لو سمحت. سأعطيك الفرصة للرد. دون الانسان. نعم دكتور اعطيتك الفرصة. دوري في الحديث. دعه ينهي. تفضل. بداية شو بخصوص معاداة السامية. ثانيا فرنسا هذه التي تدعي حرية التعبير, لماذا رئيس فرنسا ماكرون الذي يمعن ويصر على الإساءة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الذي يمعن بأن يسيء لمليار وأكثر من مليار ونصف مليار مسلم على الأرض, بل لكل إنسان حر وشريف على هذه الأرض, حينما سخر من زوجته رئيس البرازيل حدثت أزمة دبلوماسية كبيرة. أين حرية التعبير هنا؟ نعم. أي أفلام محروقة إسطوانة مشروخة يبيعوننا؟ أستاذ محمد لحظة واحدة. ثانيا الدول الفاشلة التي تتحدثون عنها, الدول العربية, فرنسا وبريطانيا وأمريكا وهذه قوى الاستكبار والظلم العالمية ترفع يدها عنها. صدقني حتى الفرنسيين أنفسهم سيعودون ويأتون ليعيشوا في هذه الدول كما كان قبل عدة قرون, لأنها بس يرفعوا إيدهم عنا, ما يفسدوا فيها, ما ينهبوا ثرواتها. الناس فرت من هذه البلاد لأن فرنسا سرقت ثرواتهم. فرنسا اليوم قائمة على ثروات ناس أبرياء, على ثروات شعوب. أستاذ محمد في هذه النقطة دعني أتوجه لدكتور أمير. دكتور مئير إذن هناك إصرار من قبل البعض في فرنسا وغيرها على استفزاز مشاعر المسلمين, هكذا يقول, بحجة حرية التعبير لإثبات أنه توجد حرب حضارات وأن العلمانية أقدس من معتقدات المسلم. أليس هو إصرار قاتل يتساءل كثيرون؟ لا كلام غير صحيح. أولا حتى نخلص موضوع الاستعمار, هناك وجود إسلامي مكثف في بلجيكا, في هولندا, في الدنمارك, في دول لم تستعمر أي دولة عربية أو إسلامية في السابق. فكيف تبرر هذا؟ هم أيضا بنوا حضارتهم على أنقاض الجزائريين والمغاربة. هذا كلام غير صحيح. هناك ملايين العرب والمسلمين من الإيرانيين والهنود والباكستانيين والجاليات الإسلامية في كل دول أوروبا, واليوم تغزو أوروبا الشرقية بعد أن دخلت الديمقراطية أوروبا الشرقية. هم يسعون إلى ديمقراطية. أينما تتحول دولة ديكتاتورية إلى ديمقراطية من دول الشيوعية السابقة ينهال إليها المسلمين. لأن هي حينما المسلمين هي في الجزائر انتخبوا بانتخابات بداية التسعينات في الجزائر, حينما الشعب الجزائري اختار برلمان وحكومة تمثله, وهذا شيء جيد لأنه لا إشكالية في هذا. نعم. لا إشكالية في هذا. وأنا أعتقد بأن المواطن
المواطن الفرنسي المسلم هو لا يقل مواطنة ولا يقل في كرامته ولا يقل قدسية عن المواطن الفرنسي اللاديني المسيحي. ليس هناك فرق، ليس هناك أي فرق، هو غير مهمش. هذا كلام غير حقيقي، هذا كلام غير حقيقي. شوف الاستطلاعات، في فرنسا كان فيها رئيس حكومة من أصل تركي، من أصل تركي، إدوار بلديو، طبعا غير اسمه، اندمج وأثبت نفسه. وزراء في فرنسا لا أحد يعرف أصلهم لأنهم تفرنسوا وأصبحوا جزء من هذا النسيج الفرنسي، كما أن هناك ساركوزي من أصل مغرب. دكتور مئير، إذا لماذا هناك إصرار على أن هناك حرب حضارات؟ ليس هناك حرب ثقافات، ليست هناك، لا ليس هناك حرب حضارات ولا حرب ثقافات. هناك ظاهرة حديثة العهد اسمها ظاهرة الدول، قامت على أنقاض الإمبراطوريات التي كانت إمبراطوريات أغلبها على أساس ديني. وهذه الدول تثبت نفسها يوما بعد يوم، الدولة المعاصرة، الدول الوطنية، وهناك بعض المكونات التي ترفض الاندماج في إطار هذه الدول وتتحدى هذه الظاهرة الجديدة. بشكل مبدئي كل دين، منطق ديني يختلف عن المنطق، نعم، المنطقة الديمقراطية. بشكل مبدئي أي دين في الدنيا، لأنه مصدر السلطات، مصدر القوانين والمبادئ الفكرة. في الدين دكتور مية، ابقى معنا لو سمحت. في الديمقراطية هو الفكرة. الإنسان الـ 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 نعم. الشعب نعم. لحظة بس، أرجوك سريع. فبالتالي أنا أعتقد أنه الدولة لا يجب أن تؤخذ إلى هذه المساحة. الدولة لا دين لها، الدولة لا تصوم ولا تصلي ولا تؤمن ولا تكفر. من يؤمن ويكفر ويصلي ويصوم هو الإنسان الفرد المواطن، نعم. وبالتالي الدولة لا يجب أن تتدخل في الشؤون، نعم، في هذه الشؤون، نعم. دعني أن أطلق الشؤون القوانين، دعني أشعر بالتعبير وبحرية المواطنة. أنا كيهودي أستاذ محمد من فضلك، لحظة أخير. هناك لكل دين خصوصياته. الدين الإسلامي السني لا يقبل رسم الأنبياء، الشيعة يقبل، الإسلام السني لا، وهذا على عيني وعلى رأسي. أنا كيهودي عندي محاربات من نوع آخر. أنا مثلا لا أحتمل أن ينطق اسم الله لو باللغة العبرية محرم فظيع في الديانة اليهودية. لكن أنا لا يمكن أن أقول حينما يستفزني أحد أو يقول أحد، هناك حتى دين اسمه الشهود كذا بهذا الاسم، وهذا محرم في اليهودية. أنا كيهودي لا يمكن أن أطالب الفرنسيين بعدم نطق اسم الله، لأن هذه من المحرمات البشعة في ديني. لا يمكن. يعني أنت جاي الدولة الفرنسية دولة محايدة. دكتور محايدة. كل دين له خصوصياته. دكتور مية. دكتور كي نكسب الوقت. دكتور مية. نعم. دكتور مية كي نكسب الوقت. أستاذ محمد. حافظ على هوية اليهود غير المسلمين. نعم. أستاذ محمد. من هنا أوهام خلاص. أستاذ محمد، في المقابل لو اختصر البعض يقول القتل على فرنسا لقلنا إنها مشكلة المسلمين الفرنسيين ربما مع السلطات الفرنسية، لكن هذه الأعمال نراها يعني والتي يقوم بها بعض المسلمين في الشرق الأوسط في أوروبا ونراها في مناطق أخرى، يعني أن مجموعة متطرفة سيطرت على الإسلام وبدل إدانتها. أنتم منشغلون بإدانة الرئيس الفرنسي ماكرون والتصفيق لأردوغان، هكذا يتهمكم البعض. تعقيبك. ماشي، تعقيبي كالتالي. بداية، نحن مرة أخرى ندين ونستنكر أي سفك دماء ولو قطرة واحدة من أي إنسان بريء. واحد. تنين، قبل ما نتطرق إلى الحوادث التي كانت نتيجة لسبب، السبب كان إساءة بعض الصحف الفرنسية، المجلات مثل تشارلي إبدو وغيرها، وكذلك تأكيد وتكريس وإمعان وإصرار الرئيس الفرنسي ماكرون على أن يدعم هذه الحملة على الإسلام. هم لم يعرفوا أن هذه الإساءات ستكون لها عواقب بغض النظر عن عواقبها. الإسلام أكثر من مليار ونصف مليار إنسان على الأرض، فلا يمكن يعني أنك تسيطر على مليار، يعني 1500 مليون إنسان على الأرض، لا يمكن أنك تسيطر عليهم وتسيطر على تحركاتهم وتسيطر على ردات فعلهم، أبدا لا يمكن. ثانيا، أنا بستغرب لماذا يربط اسم تركيا وأردوغان بشكل دائم في هذه القضية. هذه القضية ليست قضية السيد أردوغان، وألف ألف تحية لأردوغان ومواقف أردوغان النبيلة الشريفة. ثانيا، هذه القضية قضية الأمة كلها. وأخيرا في ردي هذا، يعني لو الدكتور المئير يسمعنا رفضه واستنكاره لما حدث في مثل هذا اليوم، يعني من عام في مثل هذا اليوم حيث استشهد أكثر تقريبا من عام 1956 حيث استشهد 49 مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية في كفر قاسم،
لمن يحمل هذا الإرهاب إذن؟ لمن يحمل هذا الإرهاب إذن؟ يعني ما نبيع، يعني لما كانت في جريمة بحق المساجد في نيوزيلندا ما حملت النصرانية وما حملناها هذا الأمر؟ حينما قتل هؤلاء الناس الأبرياء 49 شخص في كفر قاسم ما حملنا اليهودية هذا الأمر؟ هذا ضمن مساعي نشر الإسلاموفوبيا والتحريض على الإسلام. هذه الأمور يعني خلص إحنا بعد اليوم ما بنخاف، سنحكي سنتكلم بالحقائق. نعم. بإذن الله تعالى سنفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد هذه الأمة. نعم دكتور مئير، في المقابل لماذا لا تقوم باريس بتعويض دول شمال أفريقيا العربية المسلمة لتشجيع المسلمين هناك للعودة، أو في فرنسا بالطبع تشجيع مسلمين فرنسا العودة إلى دولهم التي حلبت فرنسا خيراتهم، أو أن تعيد النظر في مبدأ العلمانية، لا سيما وأن جزءا كبيرا من المجتمع الفرنسي وأقصده هنا 10 ملايين مسلم أو أكثر ربما لديهم رؤية أخرى لعملية العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ولم يعودوا يتعايشوا مع مبدأ العلمانية المقدس؟ أولا هو طيب أنا هرد بالترتيب على كل ما قيل. أولا لا يمكن لفرنسا أن تغير نظامها على مزاج فئة قليلة، وحتى ليست حتى فئة قليلة من أهل البلد، فئة قليلة وافدة على البلد. الوافد على البلد يجب عليه أن يغير من سلوكه ويندمج في هذا المجتمع، وإلا بقى ما لا يدخل هذا المجتمع من أساسه. وأغلبية هؤلاء بالمناسبة هم يحترمون النظام الفرنسي ويندمجون تماما. أنا عشت نصف عمري في فرنسا كما قلت لك، وعز أصدقاء لي في فرنسا من أصل جزائري ومغربي وتونسي، وأفضل اندماج، وهناك تعايش على أعلى، يعني لا وجدت هناك أي إشكالية. هذا دليل يعني على رحمة معينة. الإسلام وتعايش المسلمين وسلمية المسلمين، هذا دليل على ذلك. وتعايش فرنسا ورحمة فرنسا كذلك، ورحمة فرنسا التي فرنسا, فرنسا هي من قتلت أجداد هؤلاء وأتت بهؤلاء الأيتام كأيتام إلى فرنسا. قتلت أجداده. هذا كلام فارغ فرنسا يا أستاذ، هذا كلام غير دقيق، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. والأكراد لفرنسا والأتراك الذين يملؤون شوارع ألمانيا، استعمرتهم ألمانيا أيضا في السابق، قتلت آبائهم، قتلوا آبائهم الألمان. أنت تعلم جيدا، أن بعد الحرب العالمية الأولى والثانية واتفاقيات سايكس بيكو التي كانت ضلع لفرنسا فيها قد اضطهدت هذه الأمة وأضعفت هذه الأمة وحصرت هذه الأمة. الأمة الإسلامية القادمة بإذن الله رب العالمين. تقدر تضحك، تقدر تهرج، ولكن قادمة بإذن الله رب العالمين. ما علاقة سايكس بيكو بالوضع في فرنسا اليوم؟ إذا أنت ما بتربط التاريخ وما بتربط مشكلتك، أنت مشكلتك أن تدخلنا في تفاصيل هذه الشيء إلى زاوية ضيقة جدا، مشكلتك الذي أنت لا تستطيع الحديث فيه. أنا يعني أنا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. فرنسا استقبلت الكثيرين، ولا يوجد من هو فرنسي بشكل 100%. يعني كل الفرنسيين لديهم أصل، أو أصل أوروبي، أصل أفريقي، أصل أسيوي، كل الأصول متواجدة في فرنسا. أنا يعني أتحدى أنه يمكن في الوزارة الحكومة الحالية هناك شخص واحد 4 جدود فرنسيين. فرنسا هي دولة مهاجرين يعني بامتياز، ولكن كل الهجرات، الهجرة الحالية الهجرة دعونا نقول الإسلامية، دعونا نضع الأشياء يعني مثلا بس بدي أسألك سؤال الإحصائيات تقول إن 60% من المواليد في فرنسا لا يعرفون من أبوهم، فكيف بده يعد لعند جده الرابع؟ كيف بده يعد لعند جده الرابع لما 60% من الفرنسيين قتلوا بعلاقات غير شرعية؟ أنت بتألف كلام على مزاجك، ما بيعرف ما هذا الكلام السخيف؟ كلامك واقف يا عزيزي، عالم جدية جاي على الاستوديو، جاي يطلع على التلفزيون. لو سمحت نعم دكتور، ابقى معنا. نعم. ما هذا من أين ما دليلك على هذا؟ ما هي حجتك 60% من الفرنسيين اللي قطعوا جاي تشتم الشعب الفرنسي على قناة اي 24 نيوز؟ نعم دكتور، ما عندك دعني اقبل حديثي سريعا دكتور. نعم تفضل. انا اريد ان اقول انه فرنسا اولا ليست في فرنسا اي امكان. هذه الهجره الاسلاميه الوحيده في تاريخ فرنسا التي تريد ان تغير فرنسا، تريد أن تغير فرنسا، لا تريد أن تتغير وتندمج في فرنسا، تريد أن تغير فرنسا. هاجر الإيطالي إلى فرنسا وغير اسمه فرناسو، هاجر النيكولاي إلى فرنسا من المجر وسمى نفسه نيكولا، هاجر الأفريقي، كل القبطي من مصر، الماروني من لبنان. بينما حضر اليهود ليسكنوا بلاد المسلمين بعد طردهم من الأندلس، بعد طردهم إسبان من الأندلس، ما تغيرت هوية فرنسا. تعرف ليش؟ لأنه نحن نحترم خصوصية الناس. فرنسا لا تحترم
فرنسا لديها قدره فرنسا على الادماج هذه الحقيقه بالعكس كمل شوف كمل. شوف انت كمل. بتتشطر انت مش قادر على الحمار بتتشطر على البردعه كما يقول المصريين لماذا كمل. لماذا لانه اليابان تمنع الدكتور لم يتبقى الوقت ساعطي نصف دقيقه للاستاذ محمد سريعا المجر تقبل المهاجرين فقط المسيحيين لانها تقول انه انه الدين الاسلامي فاليابان محمد في نصف دقيقه تفضل دكتور مير دراسة يابانية قالت أن الدين الإسلامي لا يتوافق مع الثقافة اليابانية. دكتور مير، ابقى معنا. جنسية يابانية للمسلم. لم يتبقى وقت. أستاذ محمد تعقيبك سريعاً. ويقول عليها أن دولة لا تحترم الدين أستاذ الإسلامي محمد تعقيبك سريعاً. غير ديمقراطية. ويقول أن 60% من الفرنسيين لقطاع. ما هذاك هذاك. دكتور أدركنا الوقت. سريعاً. طلع أنا أقول بس شغلة واحدة الإسلام إذا ترك امتد وإذا حورب اشتد وهذه هي الحقيقة وفرنسا بإذن الله رب العالمين لماذا ما إذا هي إلا بضع عشرات سنوات امتد؟ ستصبح لماذا دولة لماذا إذا ترك امتد إذا ترك لأنه إمبريالي توسعي دين عالمي دين رحمة دين نعم أشكركما أستاذ محمد محميد العضو في الحركة الإسلامية في مدينة يافا شكرا جزيلا لك دكتور مئير مصر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية شكرا جزيلا لك وأنتم مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم على طيب المتابعة نلقاكم في حلقات أخرى من المناظرات اليومية دمتم بأمان الله